مرحبا مواليد برج الجوزاء، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر تموز يوليو 2021؟ شو في عنا في هذا الشهر؟ هذا الشهر أنا بعتبره شهر جيد لكم، شهر كتير حلو، شهر بناء، وشهر بتتقدموا فيه، شهر ما رح تتأخروا فيه، بالعكس رح بيكون في عندكم الكثير من المعطيات يلي رح تسمح لمواليد برج الجوزاء أنه يكونوا هني منتصرين. في عنا كوكب الزهرة، عنا كوكب المريخ، وأيضا في عنا كوكب زحل، وآخر شيء في عنا كوكب المشتري يلي رح يدعمكم بصورة هائلة جدا. وفي عنا أيضا فول مون ببرج الدلو الهوائي، كمان رح يعطيكم الطاقات الممتازة في هذا الشهر من أوله لآخره. هذا الشهر بعتبره ممتاز، لا يوجد سبب أو عذر عند مواليد برج الجوزاء ليقولوا ما ماشي حالهم، بالعكس هذا الشهر بيقدمكم، بيسهل عملكم وتقدمكم. طبعا محور القمر او عقده القمر بعدها موجوده ببرجكم، وهي يلي نوعا ما بتسبب لكم بعض، مش للكل، فقط للمواليد يلي راح اذكرها هلا، عندي اياها هلا بذكر لكم اياها. على كل مثل كل شهر انا بقسم شهر الى جزئين، الجزء الاول هو من تاريخ 1 لتاريخ 22 تموز يوليو. هذه الفترة بعتبرها فترة نشيطة جيدة، بينشغل فيها على الكثير من الأمور يلي بالنسبة لكم مهمة ماديا، عاطفيا، نفسيا، أيضا نفسيا، وأيضا قد تحمل تكريم لكم. تصوروا خلال هالفترة في عنا تراصف للقمر في برج السرطان، في برج السرطان، وذلك بتاريخ 10، في بيت المال، في بيت الطاقات، في بيت التكريم والثقة في النفس، في الثروات. ففي احتمال انه خلال هذا التاريخ تربحوا شيء او تقوا على شيء او تكرموا بشيء معين، يمكن انتم منكم لحالكم تكرموا حالكم. هذا الجزء الاول هو جزء فعال سريع مهم. بالايام الاقل حظا رح تمرقوا بفتره امتحان او اختبار لطاقاتكم، لنفسيتكم، لثقتهم في النفس، فما غريب انه تمروا عليكم بعض التحديات من قبل اشخاص بيحاولوا يشدوا فيكم نزول، او بيحاولوا يمكن يدخلوا لكم نوع من افكار سوداء، بمعنى انه تبلشوا تشككوا بطاقاتكم. بدكم تكونوا حذرين، لكن جميع الاحوال اعتبر الفتره فتره ايجابيه، فتره مهمه جدا جدا جدا، تابعوها من اولها لاخرها. او قلبكم ما تخافوا من شيء، مع احتمال انه يكون في عندكم خبر سار مادي ومهني ودراسي، لكن بدكم تسوقوا على مهلكم، بدكم تنتبهوا بالسواقه. الجزء الثاني يلي هو ابتداء من تاريخ 23 ل 31، هنالك طاقات هائله عم تستفيدوا منها، بتقدروا تستفيدوا منها. المريخ موجود ببرج الاسد بيعطيكم طاقات فكريه كبيره، كمان بدكم تسوقوا على مهلكم. كوكب فينوس موجود في بيتكم، في عقر داركم، ففي احتمال انه تكونوا اشخاص واعيين على كل شيء عم بيصير، وعم تكسبوا دعم عاطفي وعائلي. الجزء الثاني بيحمل اكتمال للقمر في برج الدلو، هيدا معناته انه في عندكم مجال انه تفتح قدامكم ابواب هجره، ابواب سفر، ابواب تغيير، ابواب تقدم، ويمكن يكون في عندكم حظ كثير كبير حول هيدا الفولمون. الجزء الثاني بعتبره كثير حلو، حضروا حالكم لاخبار ساره من اول الشهر لاخره، لا سيما في الايام الاكثر حظا. شو هي الايام الاكثر حظا؟ الايام الاكثر حظا هي تاريخ 6 7 و8 حتى الساعة 2 بعد ظهر توقيت العالمي، يعني 5 بعد ظهر توقيت بيروت. عندكم تاريخ خليني اشوف، هذا تاريخ 15 الساعة 2:30 بعد ظهر التوقيت العالمي، تاريخ 16، تاريخ 17. احلى الايام هي 24 و25. بالنسبه للايام الاقل حظا لتنتبهوا منها، هي تاريخ 3 ابتداء من الساعه 12:30 الظهر توقيت العالمي، تاريخ 4 وتاريخ 5، يكونوا حذرين. بيرجع عندكم تاريخ 13 و14 و15 حتى منتصف النهار، بيعذبكم شوي. بيرجع عندكم تاريخ تحديات اللي هو 20 و21، وبيرجع عندكم تحديات تانية بسيطة 26-27، وأقل الأيام حظا أو ديناميكية أو فعالية هي تاريخ 31. خلونا نشوف المواليد. بالنسبة للمواليد الأكثر حظا، 31 أيار مايو، 1-2 حزيران يونيو. يلي عقدة القمر عنده بده ينتبه هو 29-30 و31 أيار مايو، ظروف استثنائية معقولة تدق بابكم.
بدي أتمنى لكم شهر سعيد، نرجع نلتقي مع الأبراج اليومية والأسبوعية. شكرا لكم، باي باي.